33 عاماً على اغتيال رسام الكاريكاتير الفلسطيني الشهيد ناجي العلي الذي تعرض لرصاصات غادرة في لندن في 22 من تموز من نفس العام. ناجي سليم حسين العلي المولود عام 38 في قرية الشجرة الواقعة بين الناصرة وطبرية. بسبب اعتداءات العصابات الصهيونية على القرى والمدن الفلسطينية اضطر للنزوح مع أسرته عام 48 إلى لبنان. اقترن اسم ناجي العلي بحنظلة. حنظلة شخصية ابتكرها ناجي لصبي في العاشرة من عمره. ظهر حنظلة لأول مرة على صفحات جريدة سياسية كويتية عام 69، وقد أدار حنظلة ظهره عام 73 وعقد يداه خلف ظهره، وأصبح حنظلة بمثابة توقيع ناجي العلي على رسوماته. ونشرت الصحف الفلسطينية والعربية مقالات ونشرات تستعرضه مقتطفات من حياته، كموقع عرب 48 الذي كتب ووضع اقتباسا من مقابلته مع الكاتبة المصرية الراحلة رضوى عاشور، وقال فيها: إن شخصية هذا الطفل الصغير الحافي هي رمز طفولتي، أنا تركت فلسطين في هذا السن وما زلت فيها، رغم أن ذلك حدث منذ 35 عاما، إلا أن تفاصيل هذه المرحلة لا تغيب عن ذاكرتي، وأشعر أنني أذكر وأعرف كل عشبة وكل حجر وكل بيت وكل شجرة مرت علي في فلسطين وأنا طفل. أما موقع مونتي كارلو فقد نشر على موقعه مقالا لوهيب أبو واصل إحياء لذكرى رحيل ناجي العلي، مقالا بعنوان: في الذكرى 33 لاغتياله في لندن عاش حنظلة ومات ناجي العلي. وذكرنا الكاتب بشخصية فاطمة وقال: حنظلة لم تكن الشخصية الكاريكاتيرية الوحيدة التي رافقت رسوم الفنان المغدور، بل كان هناك شخصية ثانية هي فاطمة، المرأة الفلسطينية القوية بعكس زوجها الكادح. كان ناجي يقول: اسمي حنظلة، ولدت في الخامس حزيران عام 67، اسم أبي مش مهم، أمي اسمها نكبي وأختي اسمها فاطمة، نمرة رجلي ما بعرف لأني دائما حافي، أنا مش فلسطيني ولا أردني، مش كويتي ولا لبناني ولا مصري، أنا عربي. صحف مصرية كالمصر اليوم واليوم السابع كذلك نشرت مقالا ونشرات تناولت فيها حياة الفنان ناجي العلي، ونشرت صحيفة اليوم السابع المصرية مقابلة سابقة للفنان المصري الراحل نور الشريف الذي جسد دور العلي في فيلم ناجي العلي. رحل ناجي وبقي حنظلة شاهدا على إصرار شعب لا زال يسعى للاستقلال والحرية. إلى هنا وصلنا إلى ختام جولتنا البانورامية، تابعونا على شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي وكونوا بخير.